نيجي للجروح المفتعله. اللي هي شخص بيفتعلها بنفسه او بيخلي واحد تاني يعملها له. الجروح المفتعله بيكون اول حاجه في متناول ايد الشخص. يعني انا ما ينفعش اعمل جرح قطعي في نص ضهر. احنا ده بالنسبه للجروح المفتعله اللي انا بفتعلها بنفسي. لكن في جروح مفتعله انا بخلي واحد يعملها لي. ماشي؟ الجروح المفتعله اللي انا بفتعلها بنفسي لازم تبقى في متناول ايد الشخص. زميلنا اللي كان تعبان كويس دلوقتي ولا ايه؟ كويس؟ ولا نجيب العده بتاعتنا؟ طيب الجرح بيكون جرح مفتعل بيكون في مكان غير خطير. بيكون في مكان ايه؟ يعني انا عايز اعمل جروح في نفسي بس مش عايز اموت نفسي، فبعملها فين؟ في الاطراف العلويه او الاطراف السفليه. لكن انتوا هتشوفوا عيال في حجز الشرطه، العيل بتلاقيه فاتح الفروه بتاعته وشايف الجمجمه بتاعته. العيل فاتح كيس الصفن ومطلع خصيه. العيل مخيط بقه. كل الكلام ده هتشوفوه، مخيط بقه. موجود اهو. ليه بقى يا فندم؟ لان الواد ده تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير المخدرات، وبالتالي احساسه بالالم احساس ضعيف او مش موجود. بمناسبه المخدرات عشان نعدي يعني. نعدي عليها لان هي محاضره واحده اللي انا معاكم يعني ف ربنا يسهل ان شاء الله. وبمناسبه المخدرات احنا لما بنيجي ندور على المخدرات ندور عليها في الدم ولا في البول؟ ها؟ في البول؟ في الدم؟ اختلفت الأئمة وفي اختلافهم رحمة. ماشي، ندور في الاثنين. ماشي، ليه؟ يعني مثلا أنا رحت مش أنا يعني، واحد راح فرح. ماشي، وراح كده في فرح كده وبتاع والناس عمالة تشرب سجاير حشيش وادوله سجارة كده مساء الخير وبتاع. الراجل خد السيجارة، شرب السيجارة، يفضل ماشي عادي يا جماعة، بس أهم حاجة ارفعوا رجلي لفوق بعد إذنكم لما تخرجوه بعد إذنكم. بس عشان من المنظر. بس هو شاف المنظر عادي يا جماعة، مفيش فيه أي حاجة. ده يترفع رجلي لفوق بس هيرجع الدورة الدموية بس. هو اتخض شوية بس. شاف المنظر اتخض يعني. عشان كده عشان تعرف المحاميات عندك عاملين ازاي؟ ده ما شاء الله. ده يحضروا تشريح يا باشا. ده مفيش واحد فيكم يتجوز محاميه من اللي قاعدين دول. ما شاء الله عليهم. حاجه صعبه قوي. ما شاء الله عليهم. شفتوا الرجاله حصل لهم ميت يا باشا. المهم يعني سمعته دايما انك تاكل دراع جوزها ولا مش عارف ايه، ربنا يستر. المهم الحشيش ده يفضل ايجابي في البول لغايه 3 ايام. لكن يفضل ده بنتكلم على واحد خد سيجاره هو مش مدمن. لكن يفضل في الدم 6 ساعات فقط. ماشي؟ طيب واحد مدمن تعاطي حشيش مثلا. فهو بيشرب حشيش بياخد 4 أو 5 مرات في الاسبوع، ده اسمه مدمن تعاطي. ماشي؟ فده يفضل ايجابي في الدم لغايه 3 ايام تقريبا. ماشي؟ يصل لو كان هو شديد الادمان هيوصل لغايه 3 ايام. يفضل في البول لغايه بعد اخر تعاطي 40 يوم ل 90 يوم. ماشي؟ بشوف الفرق؟ يبقى احنا لازم نحلل الاثنين مع بعض. ماشي؟ الدم هيدينا مؤشر عن المده. هو بقاله قد ايه؟ والبول هياكد لنا اذا كان هو متعاطي. ماشي؟
طبعا بالنسبه للتحليل عندنا في مصلحه الطب الشرعي، هو التحاليل ليها نوعين. الناس اللي هم بيوقفوهم في لجنه في المرور وبيحللوا لهم بالكارت، الكارت ده اللي يحطوه في الايه في البول، السواقين بتلاقيهم ماشيين، سواقين النقل كل واحد كده شرايط منع الحمل معاه قد كده ومعاه خل ومعاه لبن، اي اول ما يخش على لجنه يروح شارب خل قد كده ماشي، كوبايتين او نص بتاع خل كده يشرب شاربها، ويقعد ياخر عينه البول ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما انت عارف السوائل بتنزل بسرعه لغايه ما تنزل، لما خل ينزل على البول ماشي. مش مفيش عينه عندي يا بيه، اقعد للظابط ما عنديش عينه ما عنديش عينه، لغايه ما يتاخر شويه لغايه لما ايه الخل يشتغل. المهم يحطوه في الكارت يطلع سلبي وهو متعاطي، لان الكروت دي للاسف لو اي واحد غير البي اتش بتاعت الدم، يعني ايه البي اتش؟ انت الدم بتاعك قلوي، لو انت خليته حمضي مش هتطلع اي نتيجه مخدرات. نعم هيعرفوها ماشي. فانت دلوقتي لو جه واحد خد اي حاجه تغير البي اتش بتاع الدم، يعني شرب لبن بكميه كبيره، شرب شويه خل ماشي، فهيغير البي اتش هيطلع سلبي بالرغم ان هو متعاطي. انما عندنا في مصلحه الطب الشرعي احنا بنحلل بالاجهزه، الاجهزه بتجيب الحاجات الدقيقه جدا، مش بنحلل بالكروت، عشان كده لو في تعاطي بيطلع عندنا ماشي. عشان كده النتائج بتاعت الكروت دي لا يعتد بيها، وانت ممكن تطعن على اي نتيجه كارت ماشي، بتطلع نتائج ايجابيه وسلبيه خاطئه. نسبه الدقه بتاعتها 98%، يعني بعد كده معنى كده ان عندها 2% بتطلع ايرور، بتطلع اخطاء، وممكن الراجل بتاعك يكون من ال 2%، وارد ولا مش وارد؟ انما مين اللي ياكد صحه النتيجه؟ ان انا اخد العينه دي احطها على جهاز الجي سي ماس تطلع ايجابيه، يبقى الراجل ده فعلا متعاطي ماشي. طيب الجروح المفتعلة غالبا بتبقى جروح قطعية سطحية، برضو احنا مش ما عندناش محاضرة هنتكلم، ما عنديش وقت ان انا اكلمكم على الاختصار. نعم ليه؟ تناقض الاقوال ليه؟ ليه؟ طب ما هي نفس الكلام، هي الاول مش هي مش فاكره حاجه، لكن واحد اشتغل معاها كويس فكر خلاص حاجه نفسيه. ما هو برضه خلي بالك برضه لما انت تخش تدفع تقول ان هي راحت في محضر السداد قالت انا مش عارفه ايه اللي حصل وبعد كده عرق افتكرت، يبقى الكلام ده مش مظبوط، يبقى الدفع بتاعها خطا، لان هي ليها طريقه تحقيق معينه، ممكن وكيل نيابه يعرف يجيبها ممكن وكيل نيابه ما يعرفش يجيبها. طب مش انا اجيب. طيب في فعل مجرم وقع عليه بالظبط، سبب ايه بقى ده؟ ده اللي طول تحت الطلب. نعم الحيوان منه بيموت بعد قد ايه؟ التلوثات المنوية على الملابس، على الملابس. انتوا فاكرين قضية بيل كلينتون ومونيكا؟ فاكرينها؟ البنت اليهودية دي، الأمريكية اليهودية دي اللي أقامت علاقة جنسية مع بيل كلينتون، وبعد 6 سنين راحت قالت ان هو اقام معايا علاقه جنسيه وهو كذب، وبعد كده راحت مطلعه له فستان، خدوا عينه من الفستان طلعت فيها سائل منوي، اتعمل له دي ان ايه واتعمل للرئيس بيل كلينتون، سبب ان هي التلوثات بتاعته ماشي. يبقى بقول لكم الكلام ده بعد قد ايه؟ بعد 6 سنين. هو اهم حاجه ازاي
الملابس اتحرزت. دي قضية مخابرات يعني. دي قضية مخابرات، دي واحدة مرمية عليه مقصودة يعني. ماشي؟ فعرفت ازاي تحرز الملابس، ازاي تخلي الملابس محتفظة بالآثار. أي تلوثات بيولوجية، يعني دم، مني، لعاب، تلوثات بيولوجية اللي هي التلوثات اللي بتخرج من جسم الإنسان. ماشي؟ لو أنت سبتها تجف في درجة حرارة الغرفة وحفظتها في كيس من الورق أو من القماش، إن شاء الله 100 سنة هتفضل تحتفظ بالإيه؟ بالآثار المادية. إنما للأسف عندنا بيحصل إيه؟ تلاقي اتحرزت في كيس بلاستيك الأسود المنيل بالليل ده. كيس البلاستيك ده مفيش فيه مسام تسمح بدخول وخروج الهواء. وبالتالي ثلاث أربع أيام العينة جوه الكيس اتحللت وفسدت، لأن تتكون الفطريات وتؤدي إلى فساد العينة. بس إحنا بنحاول في المحاضرات لضباط المباحث ولوكلاء النيابة إن هم يحرزوا بطريقة صحيحة عشان نحافظ على الآثار المادية. فأنت ده الكلام ده إيه؟ فين؟ في الملابس. طيب التلوثات دي في جسم المبني عليها، يعني داخل المهبل أو داخل الشرق أو داخل الفم. احنا بناخد العينات، البروتوكول عندنا لغايه 5 ايام بعد واقعه الاختصار. بعد 5 ايام ما باخدش منها عينات. ماشي؟ لغايه 5 ايام ممكن التلوثات المنويه تظهر. بعد 5 ايام ما باخدش منها. دي بروتوكولات دوليه. بعد 5 ايام ما باخدش منها اي عينات. لكن عاده الحيوان المنوي ممكن يقدر يعيش في الوسط بتاع المهبل لغاية أربعة أيام. ممكن البويضة بتعيش يومين، الحيوان المنوي بيعيش 4 أيام. ماشي؟ طيب الجروح المفتعلة قلنا في مكان غير خطير، وقلنا غالبا بيكون الجرح قطع سطحي، يعني بموس أو بمطوة. لكن إخواننا الصعايدة لما بيجوا يعملوا جروح مفتعلة بيعملوها بالسلاح الناري. ده كتير والله. كتير جدا يعني. مش نعم؟ هو بيروح جايب الفرد ويروح يجي على عضلة السمانة بتاعت رجله ويروح لازق الفرد هنا. ليه بيلزقوا كده؟ عشان يضمن ان المقذوف هيمشي يحف في الجلد من الخارج. ما يعملش فتح دخول وفتح خروج يقوم مكسر العظم والاوعيه الدمويه، لا يمشي يحف ويعمل حاجه اسمها جرح ناري مماسي. وبعدين يروح معلق الجلابيه، هو طبعا قلع الجلابيه اللي جوه، بعدين يعلق الجلابيه بتاعته ومعلقها على حاجه وضارب عليها طلقه، نيجي نلبسه الجلابيه نلاقي الاصابه في الجلابيه ناحيه رجله اليمين وفي رجله والاصابه في رجله الشمال. ماشي؟ نقيس الارتفاع هنا نلاقي الارتفاع هنا مختلف عن الارتفاع اللي في رجله. نلاقي هنا في علامات قرب اطلاق نار زي ما هنشوف بعد شويه في رجله، وفي الجلابيه ما فيش فيها علامات قرب اطلاق نار. نعرف ان ده جرح مفتعل. ما تغلطش في الصعيد. مهم قوي. ماشي. خلي بالكوا الحاجات دي هتلاقيها كتير يعني. نعم. انا بقول في الصعيد بتبقى موجوده كده. لان البيئه بتاعتهم السلاح الناري زي الرز. الصعيدي يبيع كل الجاموس اللي عنده عشان يجيب السلاح. لازم يبقى عنده آلي في البيت. ما تصدقش ان مفيش صعيدي ما عندوش آلي. لازم عنده آلي في البيت. طيب. نعم؟ ما سمعتش. خلي بالك هياخد الطار منك اهو. طيب من مميزات الجروح المفتعله كمان، انا لو بعمل اصابه في واحد لازم يتحرك، مش كده؟ مفيش واحد هيعمل اعمل فيه اصابات وهو واقف زي التمثال. فالجروح المفتعله لازم الشخص لو بعمل جروح عاديه لازم الشخص يتحرك، لكن في الجروح المفتعله هتلاقي الجروح كلها ماشيه مستقيمه متوازيه. يعني بص الست دي مثلا، بص الاربع اصابات دول كلهم ماشيين، ولا واحده نزلت نص سنتي زياده، كلهم ماشيين مستقيم متوازيه والكلام ده.
دي الصلاه مفتعله. نيجي بقى للعمله المعدنيه. الواد ده قال الظابط ضربني بعصايه فعايز يعمل ايه؟ كدم شريطي مزدوج مستقيم. قلنا لازم المسافه بين الشريطين تفضل ايه؟ تعالى بص المسافه بين اي شريطين، مسافه ماشيه كويس اهو بين الشريطين دول قفلوا على بعض، تنفع؟ بص هنا المسافه ماشيه كويس قفلوا على بعض، بص هنا المسافه واسعه واسعه عماله دي قفلوا على بعض، بص هنا معديه فوق العمود الفقري. ما تنفعش، لان انت لو بتضرب واحد بعصايه العصايه هتيجي على يمين العمود الفقري ويسار العمود الفقري، الحته اللي في النص دي منخسفه فما تخشش فيها العصايه. على طول نعرف دي اصابه ايه؟ مفتعله. كلها مستقيمه متوازيه كده دي الاصابات المفتعله. طبعا العيال البلطجيه دول يبقى الوشم ده حاجه اساسيه لجسمهم. كل واحد يقابله في حياته كاتب اسمه على ظهره وعلى دراعه. السي في بتاعه كله تلاقيه على ظهره وعلى دراعه. كلها اصابات بتواريخ مختلفة، هتلاقي حاجات عمرها يومين اهي. يعني دي عليها قش رقبة اهي، عمرها يومين. حاجات هنا عمرها اسبوع اهي. حاجات هنا بقى لها ست شهور. حاجات بقى لها حوالي سنة. حاجات بقى لها ثلاث سنين. كل ما كان يلاقي نفسه فاضي يعمل في نفسه اصابة. في حد هيقف في التاني وعمال يرسم فيه كده؟ على طول دي اصابات ايه؟ مفتعلة. كلها اصابات مفتعلة زي ما انتم شايفين. الواد ده اتعرض علينا مرة. فقلنا ان في اصابات مفتعله اهي. فواحد بقى قال له ايه المره الجايه ما تعملهاش خط مستقيم عشان الطبيب الشرعي ما يعرفش يجيبها. فالواد جه بالموس وبقى في تقعر في الاصابه ما بقاش خط مستقيم اهو. المهم ففي بقى ايه ما ماشي فيه تقعر ما بقاش خط مستقيم وراح نازل على شكل رقم سبعه وطالع عشان ما بقاش خط مستقيم. سبعه وطالع سبعه وطالع ده بيعمل رسم قلب زي ما انتم شايفين. مفيش واحد هيقف في التاني وعمال يرسم فيه سبعات وثمانينات على طول.